انطلقت في بغداد لأول مرة فعالية اقتصادية كبيرة للصناعات الأردنية تستمر لمدة 10 أيام ضمن 95 شركة أردنية صناعية ستعرض المئات من منتجاتها المتخصصة في مجالات متعددة. وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي قال خلال افتتاح معرض الصناعات الأردنية في العراق إن الأردن والعراق يعملان على أكثر من محور لزيادة حجم التجارة بين الأردن والعراق وإزالة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري وتحفيز رجال الأعمال للاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين. ويقام المعرض على مساحة 2000 متر مربع ويهدف للترويج للصناعة الأردنية وتعزيز تواجدها داخل السوق العراقية وتعريف التاجر والمستهلك العراقي بالجودة العالية التي تتمتع بها المنتجات الأردنية. منطقة الغربية الكامل في العراق إذا فتحت هذه المدينة أعتقد سيكون مكان خصب لخلق فرص عمل ونبعد أي جهات إرهابية لا سمح الله أن تستغل الناس العاطلين على عمل. زي ما تفضل مع الوزير إحنا في المراحل الأخيرة إن شاء الله على وشك أنه نطرح الأرف بي ونطرح هذه الدراسات ونشوف هذا الشيء على أرض الواقع وسيستفيد منه قطاع الأعمال الأردني العراقي والعربي أيضا. المجال له مفتوح حتى نحيي هذه المنطقة الحيوية. الهدف من هذه الزيارة كان هو أولا يعني زيادة التعامل والاتفاقات وأيضا إيجاد صيغ تعاون مشترك وتكامل حقيقي صناعي بين البلدين، إضافة إلى أهم هدف من هذه الزيارة وهو افتتاح معرض الصناعات الأردنية في معرض بغداد الدولي. هذا المعرض الذي حقيقة احتوى على الكثير من التفاصيل الصناعية الأردنية وشاهدنا هنالك بعض الأمور التخصصية جدا في هذا المعرض. كان المعرض يعني جيد جدا من ناحية المشاركة من ناحية الزوار.